عليكم ورحمة الله تعالى في هذا الفيديو. إذن هذا الفيديو كيتعلق ليا بتلاميذة السنة جدا مشترك دونك طرون كومون بيوف دونك سوا أبي سي أن تريونكل تلك عطاني أبي إيكالا غاسين دو سات أسي إيكالا دو بي سي إيكالا تخوا دونك كالكولي كوس دو بي أسي دونك الكوس ديال هاد الزاوية هادي اللي عندها الرأس ديالها سي أ montrer que AB scalaire AC égale à 1. Donc, deuxième question. On considère le point M tel que M égale, donc voilà. Donc, AM, vecteur A égale à le 1 tiers de AB plus le 1 sixième de AC. Calculer premièrement AM scalaire AC, puis montrer que les droites MB et AC sont orthogonales. إذا الوليدات إذا نفكروا في التمرين ورجعوا للتصحيح. إذا أول شيء بطبيعة الحال وقفوا الفيديو ونزلوه ثم رجعوا للتصحيح لكي تستفيدوا أكثر. يلا السلام عليكم. الآن نعود بعد لحظات. يلا الوليدات نعود إلى التصحيح. إذا أول شيء نعرفه على هاد التيوريم ديال الكاشي. إذن أول شيء كيكون عندي واحد 3 بوان يعني واحد تريونغل باغ إكزومبل أ بي سي كيكون عندي واحد تريونغل أ بي سي. إذن أول شيء غنتكلم على هاد الزاوية هادي إذن شنو كيقول لي هاد الكاشي؟ كيقول لي أن إلا كنت أنا عارف الطول ديال أ بي وعارف طبيعة الحال الطول ديال AC وعارف الطول ديال BC فراني عارف الكوس ديال هاد الزاوية هادي. وبصفة عامة هاد الكاشي اشنو كيعمل ليا هاد التيوريم كتنفعني في هاد الأطوال يا إما أحد الأطوال ديال هاد المثلث أو الزوايا ديالو. إذن عندي واحد العلاقة هما بثلاثة ممكن نخرج لكم واحد العلاقة. إذن غنتكلم باغ إكزومبل بغيت نتكلم على BC دونك BC أو كاري. سمعوني هنا BC أو كاري هاهي BC أو كاري شنو كتساوي؟ كتساوي هاد الضلعين الآخرين راه كتساوي هاد BA أو كاري هاهي هي BA أو كاري بلوس AC au carré, ok, plus AC au carré, moins 2 ديال ديال هاد ونيت اللي كتكتب هنايا BA fois AC fois le cos ديال fois le cos ديال هاد الزاوية A هادي اللي مقابلة مع BC زاوية دونك بي دونك هادي ممكن نستعملها ممكن نستعمل AC أوسي هاد AC أو كاري دونك AC أو كاري أوسي أش كتساوي؟ راه كتساوي ليا هي BC أو كاري بلوس هاد الضلع الآخر AB أو كاري مي موان هي موان كندير دو ديال هاد BC مضروبة في AB مضروبة في الكوس ديال الزاوية المقابلة مع AC هي B. إذن هادي نشدها مزيان هادي هي ديال الكاشي سي سا الكاشي هادي هي التيوري. دونك لو كاري ديال هادا راه هو لو كاري ديال BC بلوس لو كاري ديال AB موان دايما كنديرو موان دونك موان دو فوا هاد الضلع اللي درتي BC فوا AB فوا الكوس ديال هاد الزاوية اللي مقابلة معاه. إذا الوليدات حنايا تكلمنا جا سولني هنا على الكوس ديال BAC إذا غنتكلم على هاد الزاوية هادي على هاد الزاوية. دونك دون سو كا دونك دابخي الكاشي راه عندي هاد BC أو كاري إذا نمشيو لأن دونك دابخي الكاشي دونك فوالا تيوريم ديال الكاشي أون دونك غنكتبها نكتب ليه دابخي تيوريم دال كاشي
دار الكاشي قلنا قلنا دونك غنتكلم على هذه الزاويه هذه دونك غنتكلم على بي سي او كاري اش كتساوي ليا دونك بي سي او كاري بي سي او كاري راه كتساوي ليا هي هاد الضلال هي المربع ديال هاد الضلعين مجموع الضلعين دونك لو كاري دونك ا سي او كاري بلس هاد ا بي او كاري مي موان 2 فوا ا بي فوا ا سي فوا الكوس ديال الزاوية المقابلة مع بي سي هي بي ا سي دونك هادي هي المجهولة عندي إذن هي اللي بغيت أنا دونك الوليدات شنو عندي شنو غندير هنايا اذا هذه معروف هذه هي المجهوله اللي بغيت عندي ا سي ا بي عطاهم ليا اذا دون سو كا غنخلي هذه هنايا وهادو غنرجعهم هنا دونك شنو ولا نجيب هذه كلها ا غوش اذا شنو اللي جبتها تولي عندي هي 2 ا بي فوا ا سي دونك هيا هادشي كله اللي هنا غنجيبو على ا غوش ديال هاد الايغاليتي Donc c'est 2AB fois AC fois le cos ديال BAC ديال عندي كتساوي اذا كتساوي ليا هذا زائد هذا غنقص منه هذا لان هذا غادي تو غنجيبو ال دونك اوكي الوليدات اذا هكذا دونك سي AC او كاري بلس AB او كاري موان BC او فقط غير هذا فيه الموان جبته هنا غيولي بلس ها هو جبته على اليسار ديال ليغاليتي اوكي ديال هاد اي كيساوي جبته هنايا غيولي ليا بلس دونك انا شنو بغيت بغيت هاد الكوس اذا هاد الكوس لا بغيت هو شنو غنعمل دونك ها هو كوس ديال بي ار مضروب في هاد العدد هاد 2 فوا ا بي فوا ا سي هادو راه اعداد فقط ما تخافش منهم اذا هادو غتجيبهم هنا لتحت دونك ايغال هذا كله سي ا سي او كاري بلس ا بي او كاري موان بي سي او كاري سي سا سي موان على هاد دو فوا ا بي فوا ا سي وهادو راه عندك في المعطيات كلهم دونك هنا غدير فقط التطبيقات العدديه دونك عطيك ا سي راه عطينا ا سي عطاني ا سي راه هي جوج AB هي racine de 7 donc AC donc c'est 2 au carré plus racine de 7 au carré moins BC au carré BC au carré la taille est l'état donc moins 3 au carré elle est 2 fois AB racine de 7 fois AC dit que le mené à la 2 donc le leader ça je me rends seul غنحصل على غاسين دو دونك سا دونك هذا شنو غيكون عندي هنا دونك الوليدات شنو عندي هنايا بطبيعه الحال هنا 4 دونك غنكتب 4 سا سي 4 بلس غاسين دو 7 او كاري راه هي 7 موان 9 على 4 غاسين دو 7 اذا نحسبهم دونك هنا 11 دونك ها هي 11 قيس السعود راه هي 2 2 على 4 غاسين دو 7 بطبيعه الحال 2 مع 2 غتولي عندي هنايا هي 1 على 2 غاسين دو 7 اذا الوليدات هنا غنضرب في غاسين دو 7 الفوق غتولي غاسين دو 7 على 2 فوا غاسين دو 7 هي 7 دونك غتولي هي 14 اذا غنخليها هكذا دونك هكذا دونك الكوس ديال بي ا سي راه هو غاسين دو 7 على 14 دونك سير 14 ديال الوليدات هنا جوزنا التمرين السؤال يعني من هذا السؤال قال لي ا بي سكالير ا سي إذا الوليدات شنو هو عندي AB سكالير AC شنو كنعرفوها سي هذه هي الموديل دونك سي لا نورم دو AB فوا لا نورم دو AC فوا الكوس ديال هاد A دونك الكوس ديال الزاوية اللي بيناتهم هي A ولا حنا حسبناها هي BAC فوالا هذه هي
Donc, je me dis, il y a la norme de AB. Donc, AB, il me sert à AB, c'est la racine de 7 fois AC qui est égal à 2 fois. Donc, c'est racine de 7, elle a 14. Donc, racine de 7, elle a 14. Et bien, ce n'est pas 14 ici. Donc, racine de 7 fois racine de 7, donc on considère M, donc le point M tel que AM égale à un tiers AB plus un tiers un sixième AC. Donc calculons AM scalaire AC. Donc AM donc un tiers AB plus un sixième AC, on dirait y a scalaire AC. Donc c'est y a un tiers AB égal à un tiers AB scalaire AC, AC plus, donc c'est un sixième AC scalaire AC. Donc l'idée c'est un tiers AB scalaire AC, donc ça c'est 1, donc entre les liens, un tiers fois 1, donc c'est fois 1, plus un sixième, donc AC scalaire AC, de l'oulidette AC scalaire AC, il y a AC au carré, AC au carré, donc AC au carré, il y a donc AC au carré, donc c'est la norme de l'AC, c'est 4. Donc c'est un tiers plus donc 4 sur 6 sera 2 tiers. Comme un tiers plus 2 tiers, donc c'est 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc alors, les dates AM, donc AM scalaire AC égale à 1. Donc montrer que les droites MB et AC sont orthogonales. Donc on a petit b, montrer que les droites MB et AC sont orthogonaux. Orthogonaux, mais il y a une chose. MB scalaire AC. MB scalaire AC, on chauffe. Donc, calculons. Là. Donc, ça, c'est petit b. Ça, c'est petit a. Ça, c'est petit b. Donc, calculons. Donc, on va calculer MB. Scalaire AC. Ok. MB scalaire AC de l'oligarchie. Donc MB, Charles. Donc c'est MA plus AB pour en dire scalaire AC. Donc je fais MA scalaire AC. Ça c'est MA scalaire AC plus AB scalaire AC. Donc MA, est-ce que j'ai l'IL AM, rien moins, ça c'est moins AM scalaire AC. Ok, plus AB scalaire AC. Je note que l'IL AM scalaire AC, il y a 1, donc c'est moins 1. Donc c'est égal à 0. Donc égal à 0. Donc le vecteur MB scalaire AC égal à 0. Donc égal à 0. MB, vecteur MB est perpendiculaire vecteur AC. Le vecteur MB perpendiculaire vecteur AC. Donc dans ce cas MB donc est perpendiculaire à AC. Ok, alors je un vecteur directeur d'IL MBC c'est vecteur MB, le vecteur d'IL AC et d'IL
vecteur directeur de cette droite AC égale c'est le vecteur AC. Donc, vecteur, les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux, alors que les droites sont orthogonales. Donc, les deux droites sont orthogonales. Donc, partant, donc les droites MB et AC sont orthogonales. دلنا الوليدات إلى هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسونا من طبيعة الحال من الدعاء ومن مشاركة أصدقائكم لهذا الفيديو ودعم القناة هذا هو المرجو منكم يلا السلام عليكم ورحمة الله